سكويد واكو لا مباشرة. شلون الازمه؟ صدرك شنو لا بالليفت ليفت اي ليفت اير ليفت هاند وذا رايت نفس الشيء مو؟ وهذا شلون هو يقراس بن شلون قلم؟ بن لايك هولدنج وهاي هاي هاي بن لايك هولدنج وي بول ذا اوراكل شلون قلنا هذا؟ ها؟ حتى يصير ست رايتنج اي هو بول ات جنتلي يعني ها؟ ابورد دكتور اي بعد وحده مو قلنا بول بول ذا بول مو؟ بول شنو؟ اسمع بول بول ها؟ ثور مو؟ انت ما تنسونها بول هاي مالتنا باكورد ابورد لا ترابي مو؟ ما تنسي بول ذا بول بول يعني اسحب بول حاشا السامع الثور بس هي بعد ناقصها ال اي باكورد ابورد لاترالي واي تو سترايتن ذا اكسترنال اوديتري كانال اوكي لان هي تو بارتس مو اوتر وان ثيرد وانترنال اور ميديال تو ثيرد فالاوتر اوتر وان ثيرد دايركشن مالتها يكون الفورورد تقريبا يعني ميديال وبعدين تجي الميديال وداونورد فاحنا شو نسويها؟ هاي نسحبها هيك حتى نسويها ستريت وذ الانترنال بارت وذ الميديال بارت طبعا any condition it is painful very painful المريض مرات just simple touch يعني he shout ومرات هو من الألم ما انت حتى ما يقدر يأكل يعني ما يقدر يفتح من الجوينت اوكي فقلنا upward backward ولاترالي وهاي هاي تستند على الشيب حتى ما تروح قبل هو تحرك او شيء هاي تكون ستاند مالتك اوكي ونباوع الاكسترنال اوديتري كانال اكو سوالينج اكو واكس اكو دبريز اوكي اكو ديسشارج الاكسترنال ورا الاكسترنال شنو نشوف؟ تمبانك منبر احنا قلنا الكلر مالته بيرلي جراي مو شوف الكرايتيريا مالته اول شيء الكلر مالته handle of medias cone of light اللي هو light reflex مو والmalleolar fold الفوق انت بس اذا شفت التمبانك من برين هاي كافية يعني اذا ميزت الواكس مثلا على الانفكشن ايضا this is enough for you يعني اذا شفت التمبانك من برين وقلت هذا normal تمبانك من برين or congested or any drawing or retracted tympanic membrane هاي كافي اوكي فكنا pin like holding هاي يصير الستاند مالتك على الشيك مال البيشنت وتباعه بعد شو نشوف قلنا الكرايتيريا النورمال الكرايتيريا هي الكلر كون اوف لايت هاندل اوف ميدياس مليولار فورد مو اذا ذن ثلاثة شفتوهن دون مليولار فورد فهي هنا وإذا شفت الكالر وقلت لي أوكي يعني it is congested or normal also this is enough شفنا التمبانك ممبرين you should describe the تمبانك ممبرين إذا abnormal تقول normal إذا abnormal تقول شنو الabnormal مالته اللي هي الكالر قلنا السلام ورحمة الله إذا أكو perspiration
سايد وسايد مو شيء برضه في التو تايبس اوف بيربريشن تروماتيك شلون ميز من هذا شيء ما شيء واحد هيستوري اوف تروما طبعا يجي اكثر هو بالفيميل يصير هذا يقولوا قاعد على الدرج هي يعني طبعا مال الراجل مال زوجها موجودة جوا بس يقول أنا وقعت على الدرج المهم تعبر هاي ال الشيء يكون الرجل وكو كلود أو بلاد الرجل مارجن بلاد أو كلود وهستري اوف تروما الانفكتد كور ريجولار باس اور دراي والسو هستري اوف انفكشن سبيشالي ابر اسبارت افات انفكشن إذا لقينا multiple infection multiple perforation وما قدرنا نميز شنو هذا infected ولا traumatic مرات هو نفس التروماتيك يجيك multiple يعني يجيك أكثر من perforation واحد infected بحالة واحدة يكون multiple إذا أكو TB أو otitis media ينطيهم العافية جابونا بالفاينل مان multiple infection فحصنا شفنا التمبانك ممبرين اللي هو الويندو اوف ذا ميدل اير وصلنا هذا وي وونت تو اسس ذا هيرنج ليفل اوف ذا بيشنت أول مرة شو نسوي له اللي هو السيمبل اند نون انفيزيف ميثود تانك فورك اكزامينيشن هي شفتوها انتم موجودة بالاستشارية تو تايبس اكو رينيه وكوبر الرينيه بس هنا تابولي الرينيه comparison between air conduction and bone conduction of the same ear Rene in front of the ear and in the mastoid okay Rene test comparison between the air conduction and bone conduction okay Rubber test comparison of bone conduction of both ear in any midline point the midline point incisor nasal bone forehead and vertex Wobar comparison of bone conduction of both ear by putting the tenon fork in any midline point, be it incisor, nasal bone, forehead, or vertex. نجي واحدة واحدة. الرنية تيست normally air conduction better than bone conduction normal شو نقول عليه positive air conduction better than bone conduction normal positive إذا معكوسة إن شاء الله
air conduction less than bone conduction, it is conductive hearing loss. اوكي ايش قد الدفرنس يلا نقول هذا يعني صار تحول من بوزيتيف الى نيجاتيف 15 ديسيبل يعني الاير كوندكشن اقل من البون كوندكشن 15 ديسيبل هسه تعطون من تاخذون التخطيط تاخذون الديسيبل ولا واتسي نجي على الوبر تيست يوجوالي سنترال يقول علي بوزيتيف وين تسمع الصوت اما يأشر لك على مكان اللي انت مخلي عليه التامن فورك اللي هي قلنا جاي نحكي على الوبر سنترال يقول لك هنا اسمع يأشر على المكان اللي انت مخلي بيه التامن فورك من على السايزر على النوز على الفور هيد على الفيرتكس اور In conductive hearing loss, it will be lateralized to the affected ear, to the bad ear. In conductive hearing loss. In conductive hearing loss, it will be lateralized to the affected ear, to the bad ear. In sensory neural hearing loss, it will be lateralized to the normal ear, to the good ear. قد الديفرنس حتى يتحول يعني from central to lateral 5 decibel هناك قلنا 15 مو that mean over test is more sensitive than Rinne test يعني مجرد اكو فرق 5 بين left and right ear it will be lateralized هاي أول طريقة مثلا المريض أنك أوبراتيف أو ما يفهم أنت شنو جاي تسوي له ودخت بي أكو مو يعني وين تسمع هنا هي وكلها هي أكو بيها ما يفهم شي يا الأقوى يحاولك على المهم نحاول وين على الأوديوغرام اللي هو BTA Pure Tone Audiometry اللي هو انتو عندكم سيشن كامل هسه هاي اللي بنرجع نسوي بي تي اي هنا بيور تون اوديوغرام هسه الوبر التونينج فورك اكزامينيشن والبي تي اي هذا شو نسميه اكو تو تايبس اوف انفستيجيشن اكو سبجكتيف اكو اوبجكتيف سبجكتيف تعتمد على الشخص على السبجكت يعني انت تساله تسمع اي تسمع هو يجاوبك حتى هذا من طيطون معين يقول له تسمع اذا يسمع ياشر اذا ما يسمع ما ياشر هاي شي يسمونه سبجكت البيور تون اوديومتري صار مثل الاي سي جي شلون جماعه الباطنيه يدزون اي سي جي المفروض بال دي ان تي دزي It is a pure tone audiometry. ليش حتى تكون عنده معلومة للمستقبل شوف المريض جاي يتحسن go in worse direction لو يصير أسوأ طبعا إذا أيضا الشغلة المهمة الـ pure tone audiometer لازم المريض above 5 years old يعني لازم 5 سنوات حتى يكون يفهم
تطلب من عنده. اي بي تي اي يجيكم اقل من هذا is wrong. وهو مرات 8 سنوات 9 سنوات ما يعرف انت شو تريد من عنده. قلنا ندزه بي تي اي ايضا راح يميز لنا على سنسر النيورال هيرنج لوس او كوندكتيف هيرنج لوس. هذا نفس اثنين هم سبجكتيف تيست اللي هي التونم فورك اكزامينيشن والبي تي اي بيور تون. مور ادفانس يسمونه الاي بي ار. اي بي ار auditory brain evoked response اللي هو بالعربي يسمى تحطيط جذع الدماغ. تحطيط جذع الدماغ مثل الاي جي بالضبط. يعني المريض ينامونه وينطون صوت ويقيسون الريسبونس ويشوف the site of the defect. اكو auto acoustic emission objective. هسه قلنا الاي بي ار اوبجكتيف هو ينتج النتيجه مثل الاي سي جي مثل الاي اي جي. والثاني الاوتو اكوستيك ايميشن. اوتو معناه هي اكوستيك سمعي ايميشن اشعاع. يعني انت تنطي صوت ويرجع لك ترجع لك ذبذبات. اوتو اكوستيك ايميشن هذا شنو الميزه مالته؟ We can't do it at any age. Rapid, non-invasive. We'll do outside countries, developed countries. هذا يخلونه بصالات الولادة. من يجي أول ما يجي الطفل خلوه هي بدنا طلع لك جرام. يسمع لو ما يسمع. يعني إذا نورمال هو كتبه عليه نورمال وراء. إذا شيء أكو شيء abnormal يعني يخلون under observation يعني زيارات متكررة حتى يعرفون شنو السبب. شو يسمونه auto acoustic emission can be used at any age rapid non invasive. وصلنا للنتيجة ليش هذا نريد نشوفه conductive or sensor neuron. conductive could be treated مو يعني تغير حياة مريض من ما يسمع لا يسمع. sensor neuron أنا treated يعني usually by hearing aid or cochlear implant. تايب اوف تريتمنت مرات هو مجرد واكس يسوي لهذا الانسداد كوندكتيف مو مرات ادينويد وسادة الاوستيكن تيوب مسويه اوتاتس ميديا وذا فيوجن سويت له كوندكتيف يعني كوركتر. مرات تيربينيت هايبرتروف والرجي مسويه اوبستركشن اوف ذا اوستيكن تيوب. مرات سمبل ميجرز. مرات واحد اجى يعني فعلا يعني ولد شاب وصار له ماذا يعني متهستر هو من ما يسمع حتى الجيت ما تصير ابنورمال. يعني يحس هاي الخطوه يحسها براسه صوته يحسها باذنه. يعني مجرد هو مراجع هذا مجرد قلت له بس خشمك وانفع قام فتح قال صدق كذا بالتغيير. مجرد أستيك أنتيو أوبستركشن سد نفر كل شيء رجع للمكان. أوكي فأنتوا هذول
الكبار اللي ما يسمعون go in depression يعني يحس نفسه انعزل يعني ما مو انتوا هسه شفتوا عندنا المقاييس مقلوبة احنا هواي احنا سمعنا وشفنا علماء اللي هو ما يشوف بس يسمع بس هو very intelligent مو كلش احنا كان عندنا بليار موكي داومون ابو البدالة اعمى وزوجته هم عمي واثنينهم داومون بالبدالة يعني يغيرون خطوط وهيك يعني فترة كلش نار ورايحين يجون وقبل فترة مدرس انتو دامنا من السماء كان ولد خالد هنا يداوم عندنا اجا مدرس هو يعني ضرير ما يشوف بس سلم برد علي خالد هذا قال له انت خالد خالد ابراهيم يعني مدرسه يمكن قبل 8 سنوات هيك بس اذا ما يسمع الا ينتبه عليك يشوفك ايضا هيرنج اي او يشوفك ليب ريدنج يسمونه وتلقاهم عاده انطوائيين وما حد شغله مو لانه الا هيك الا يشوفه يلا يقدر يتواصل وياه واذا انت واحد ما يسمع لو تضرب طلقة فوقها ما ينتبه لك فهنا القصد من عندنا نحدث هذا كونتكت فيرنجو يوجوالي كيورابل ريتابل اوكي سنسر نيورال مرات انا ريتابل مرات كانوا هيلد بيشنت باي هيرنج ايد معينة سمعية او السوكيلر ونطلع نجي على الشغلات مال التروما السوداية واحد اجى مضروب او واحدة مضروبة على تقينا تيركوليشن what is the next step هم يقولوا لك شو نسوي واحنا شو نقول له water enter okay keep your ear clean مو هاي واحد مرات نجي اكو blood leave it لأنه مرات أنت ذا when you interfere with the blood you may change the environment from aseptic to septic environment يعني مرات أنت تلوثه أو تدفع على الداخل هذول حسب جماعة الطوارئ ولا هذا شو وقت أنت إذا كلش البلد يعني نازل you clean but don't go inside the external auditory canal يعني تقول له عوفة هسا إحنا وايد الزون علينا مثلا RTA هيد تروما كولن فروم هايت نباوع اوكي بلاد ان ذا اير نكتب ذير از بلاد ان بلادي اوتوريا اسمعونا تصفيق هذا يسمونه فري فيلد اكزامينيشن هذول بالتشايلد طفل مثلا صاد على امه واحد ينتبه له لا يعني تجي من ناطق سوي له أصوات ومنا سوي له وراه سوي له أصوات تشوفه free field هذول بتشلتهم ينتبه له لا فالتروما مضروب واقع شو تشوف أكو بلد من هذا don't interfere to be re-examination after one week okay طبعا بالمناسبة إذا أكو بلدي وهيرنج لوس يعني there is perforation blood with hearing loss there is a perforation trauma to the ear can cause wound no? laceration wound how we suture the wound we suture don't throw on the throat just suture the skin مو كلها ناقذها مخيط
الشيء الثاني مرات اوريكولار هيماتوما اللي هي تشبه السبتال هيماتوما اللي يمكن بس واحد كاتب لي collection of blood between pericondrium and cartilage بس واحد لو واحد لو اثنين بقية collection of blood in the auricle وين ما تدري collection of cartilage شنو شنو شي حيط بيه pericondrium البون بريوسيا هاي كلش فايتل حتى احنا بالبلين ماكو من ندخل بالنوز سيرجري اذا ما فصلنا البريكوندريم عن الكارتلج يظل العملية مالته كلها بلدي تشتغل ودم يجي فهو هذا السورس اوف بلد سبلاي تو ذا كارتلج فالبري اوريكولار هيماتوما كولكشن اوف بلد بتوين بريكوندريم عن كارتلج السبتال هيماتوما collection of blood between pericondrium and septal cartilage يعني اكو pericondrium مفصول عن الكارتلج اذا انفصل الكارتلج واللوس بتز بلاد سبلاي يعني ما فده شو يصير دايت نكروسس كوندروسايت والديفورميتي في يوم يشوفون أولمبياد شو بس باو على دول المصارعين كلهم الأذان مالتهم هيك صايرة يسمونها كاولي فلور ديفورميتي كاولي فلور يعني شنو؟ أرنابيض صاير لا كلها ملمومة يعني صايرة ريكارنت ريكارنت تروما صار كونتراكت هاي زين مرات يصير هي يصير غانغرين يصير دراي غانغرين وتروح لوست يعني تيب اسذنا وتنتهي اوكي ف اوريكولار هيماتوما it is an emergency like septal hematoma you should evacuate this collection to establish the life of the اوريكولار cartilage شلون قلنا إذا أكو early و small نفس السبتال هيماتوما early و small collection we can aspirate it by needle مو سرنجة نزحمة and pressure with bandage يعني نشده bandage حتى to prevent recollection إذا late and large incision evacuation and put drain tube نفس السبتال هيماتوما فحصنا ولقينا ماكس مو شو نسوي للباب شفنا اذا سوفت ايذر كليننج سرنجنج شفتوها التراس هاي ما قلت له روح يغسل تغسلها بس قطرات كلها ينطونا قطرات ما هو لقى واحد سوفت اذا سوفت هو مرات هو يقول لك المريضان دخلت للحمام البارحه وساحت الحمام بلد طويلة طلعت إنه ما تسمع يعني لاحها مية وصارت الواكس اندفع لي جوا وصار سوف إير سيرنجي أور سكشن سامتايم وي كان فولت باي باي جوبسن هون برو شفتوا جوبسن هون ليش نظر دكتورة ليش نظر فترات ذات الأسبوع لا أو يوم اللي العقوب ما حد يجي تنظيف بس وما فحصت سوت عفونا من التنظيف إير كليننج لا ما أبد ما
هي ريكلينينج مثلا يجي واحد دس شهر شيء ماكو شنو شو قد جوا كم مريض وايد اكثر جوا بس هو نفس هذا الشيء اللي حكيت هاي الكيس اجت يعني انه سبعه شيء بس الطاقه يومين يلا ترجع لك اي احنا مرات هي جوبسن هون برو ستيل والتو اند رينك اند وصارت اند بال بال بالرينك اند وي كان بولت. عموما احنا شلون ننظف الاير اذا واحد يريد ينظف مثلا ديسشارج شلون ننظفها سكشن هذا الجهاز يشتغل هو الجهاز مال الاستشاريه ما شفته سكشن اور موبينج كوتون وول قطنة صغيرة ولفها بس مو من هاي مال هاي اسامي يجينا غير سؤال هاي بالسوق طبية او مو طبية مو طبية لان تروماتيك ولار فالمفروض ال 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 موبينج يعني مسح الاذن يكون بسمول كوتون وول وذا فلافي اند يعني مو تروماتيك هيك يعني فلافي تعرفونها مو هيك يعني مو هاي اللي مسوينها معافيه يعني هيك تكون نهايتها ما ملفوفه بهيك بهاي الطريقه مسوينها كرويه وتروماتيك بحيث اول ما تدخل على ال خلصت المين بس اريد ننظف الاير سكشن موبينج اور سم تايم سيرنجينج يسألونا مرات من يريد يدزونه تنظيف يقولوا لا اكو عندك ابنك قبل جراحة او دام شيء حتى تو افويد سيرنجينج لان ذات فعل اكو كارفوريشن فعل مي الووتر شود بي ان ذا body temperature cold or warm can cause nystagmus vertigo يسوي دوخة المريض الوضع with a body temperature يسوي له syringe that's a three method of cleaning moving suction syringe فهو الواكس we can deal with it either by suction or syringe مرات تجيك الاير كلها طايرة ماكو هاي التروما بس بدك كل من هذا فانت شد ترايت وسوشر نعطيها تشانس لا سكن جاست ذا سكن لان انت من راح سوشر ذا اول لاير هي هو التقرير والبلد سبلاي اوكي زين قاعدين بالطوارئ وجتنا واحدة تصيح او واحد يصيح طفل هذا حشرة داخلة بالماء شو نسوي له؟ يعني killing by oil kill the insect first مو؟ and later on deal with it مو؟ إذا accessible وكان grasp it we can grasp and remove non accessible when small or far away شو نسوي؟ سكشن اور سرنجك اوكي بس هي سرنجك مرات بس هي اذا لايف مرات بس تخلي لها مو شرط اويل اني انتيسبتيك سوليوشن اي شيء مو ماكو فد مره تاب ووتر وذ بودي تمبرتشر
بس هي الانتيسبتيك سوليوشن يعني شيش من اي قطره مال عين مال اذن وكان يوزد بحيث ما نسوي له مرات بس نخلي القطره او شيء اني سوليوشن هي تطلع اذا الانسكت ستيل الايف ومرات دايت انسايد جماعة الأوتاتيس إكستيرنا على طول يجونا تباوى على إذنه مسدودة very painful condition شنو الـ line of treatment أول شيء أنالجيسيا second antibiotic وثيرد إيروك إذا مسدودة الإير إذا أكو أدينا إيروك شن خلي بيها antibiotic وستيرويد اوكي ليش نخلي يروق افضل نطي قطره او مرهم ونقول له روح للبيت ليش نخلي يروق to open the external auditory canal and to make the our medication reach to forest أبعد بوينت لأنه ما راح يخلي المرهم بصورة صحيحة بس يخليه من برا يصير عنده ألم يترك بس يطخ إذنه ألم أو واحد ثاني بس يلمس إذنه راح يصير عنده ألم بعدها خلاص أو تلقاه مخليه مكوم الكهنة من برا بس وباقي الألم والمشاكل باقي للجوة بعد انتو سألون زين منو قال يومين او ثلاث ايام نقول له روح نقع اذنك دكتورة قلت له يومين وارجع لا توعد ثلاث ايه الدعم على خالد منو قال يومين منو قال ثلاثة منو قال أربعة ما موجودة بالكتب بس إحنا نقول له نكع إذنك إل ما تليس فد مرة تحسها تصير هاي تطلع المادة فهي مرات إحنا مرات يوم واحد نقول له أوكي إذا أكو painful condition يعني هو ما يقدر يتحمل الألم وينكع ثلاثة أيام مو فأنت شوف المريض إذا يتحمل تقول له تظل تنكع بيها الماء تقوم هاي المادة تطلع سائلة تعال نغسل لك إياها يعني. مرات تقول له يوم مرات يومين مرات أسبوع أوكي شو سيئة الماء شو قدر شو ننطي إحنا قبل كنا بوقتنا كنا بيرمنتية ومقيمين كانت صوديوم بايكار 30% صوديوم بايكار يعني جليسيرين حضر هسه الموجودة دي واكس يسمونها دي واكس واكس معناها هذا الشمع مال الاذن ودي اي دي واكس وهسه يسألونكم الغسل زين لو مو زين زين لو مو زين غسل مو زين حسب الكون ليش مو زين مو نظافه انتسبتك هو الوصف شنو هو اصلا يعني ما ادري بس هو اذا سددنا اي اذا سددنا اذا سددنا سوي له غسل المفروض احنا غسلناها الاير دارك اند وارم دافيه ومظلمه يعني تيبيكال تيبيكال فور انفكشن احنا شو نسوي غسلنا له ما المفروض يو شود دراي ذا اير
وانت ما عندك ثقة بالمي لاستخدامه. فالويز give him local antibiotic يعني كريم. فانت اذا غسلت الهياء بالعكس يطلع ممنون عندك يعني يسمع وعلى حد شيء بهم يقول هسه صرت هذا يعني لانه كان السلام عليكم. طبعا بالمناسبة تحضرون هنا هذا الاسترومات لازم نحضرهم الجوبسن هور مو مثل هذا سارايتد ان والدرينك ان نفس الصور هذا اللي هنا منتهي اكو رينكيج حلقه فاحنا نستخدم هاي بالموبينج يا ردك الاشتراك